عندنا دي دوموند يعني مش كتكبر الفرجه الاكادير على اساس هاد المعرض ندوز شي بلاصه اخرى غير اكادير. جمع بليل موديل معرض الدولي للبناء والتجهيز باتيكيب. هذه النسخه اللي هي النسخه رقم الخامسه اللي غدير في اكادير ان شاء الله بين 1 حتى 4 مارس 2023. غتعرف الجديد مقارنه مع ليديسيون نيميرو 4. الجديد اللي غادي تعرف هذه النسخه هو انه مساحه اللي كانت 1500 متر مربع في النسخه الرابعه غتولي مساحه ديالها 6000 متر كاري. كذلك غادي يعرف توافد شركات كبرى على غرار ال جي، فونتيك، سيمو دي ماروك، لافارج. كذلك غادي يكون عندنا واحد الجديد هو انه اكبر ستوند اللي كان عام فات هو 36 متر كاري غادي ينتقل الى 120 متر كاري كاكبر ستوند. وكذلك غتكون ابتداء من هذه النسخه الرقم الخامسه غادي يولي المعرض غادي يدار غيتقام مره في كل عامين ماشي مره في كل سنه. دونك غتولي مره في كل عامين لاتاحه الفرصه للشركات العارضه باش يعاودوا يديروا تقييم للحضور ديالهم وكذلك الزبناء باش يكون عنده الصيت كيدار كل عامين. وشكرا. دول المشاركه بالنسبه للشركات اللي هما الدوليه اللي غادي يكونوا حاضرين معنا في هذا المعرض، كاينه شركه من المانيا، كاينه من كوريا الجنوبيه، كاينه من البرتغال، كاينه ايطالي، كاينه فرنسا، كاينه المغرب حيت عندنا شركات حتى حنا كبار اللي كيخرجوا على برا على شكل فونتيك. فوالا.